سقف بيتي حديد، ركن بيتي حجر، فعصفي يا رياح واهتدي يا مطر. بحرت يا جماعة بحرت، بحرت من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، الغيث النافع ما عادش نافع بالكل، تفضحنا وخرج الخور والعيوب متاعنا الكل على برا، من كياساتنا اللي تقسمت على اثنين، مواسيرنا المبوشية واللي على الأقل قطرة ماء زايدة تفيض وتهز العاري واللابس، حالة من الذعر والخوف حسينا بها الناس الكل، ثاور متاع صغار ونساء ورجال كبار يقاوموا في أمواج عاتية من المياه الجارفة اللي هدت على البلاد في لمح البصر. يا أخي النشرة الجوية بربي ذيك شنية؟ الطابو اللي سكروا به نشرة الأخبار ولا شنية؟ ما هو نغمة الماء فما إعلان تنبيه تحذير ونشعلوا الضوء الأحمر كان لزم وننبه الناس بيبي. مزعام كان في ريح شرش براني، احنا هما اللي ولينا براينية على هالبلاد. ما وسكر المدارس يا خويا، وقف الدروس، ما تشويش قلب أم على ولدها عمره 6 سنين ما روحش للدار بعد القراية، ولا تقهر عائلة في بوها جرفته المياه، صغار كبار خدامة طلبة تحصروا تقول معاقبين في بلايس بعيد على ديارهم، ويمطللني كيفاش عداوا ليلتهم وليلة كلبة على تونس. يمشيش زادة شعب كامل عندي ما نقولك ولا الحق معاك باش يشكي بالحكومة ومشتقاتها على هالوضعية الكارثية اللي احنا فيها. سينغمال يا بابا، أودية عمرها ما تجهرت، كياسات عمرها ما تقدت بمواصفات صحيحة، بناء عشوائي وين جاء من غير رخص ولا هم يحزنون، مجاري المياه يظهر لي من وقت الاستعمار ما عملوش عليها طلة، مناطق مهمشة مبهذلة محرومة من أبسط حقوقها، سلطة وشرطة وهيب الدولة. شنو هيب الدولة يا سيدي؟ هم تبرعوا لها بوت، انعم بوت هكا البوليس في صفاقس اللي يشد صحيح رغم الفيضانات باش يخدم خدمته وهو حفيان، اتبرعوا له بوت، انعم بوت. اه يا تونس، اه يا تونس، لبسوك بوت. تعليش مالا نصعبوا فيها وهي سهلة الحكاية؟ اي شد عندك اللي تخلوا الماء من بريز الضو وتهلكوا له حوايج داره وكتب صغاره بالماء، شلبسوه لبسوه بوت. واللي تهزت له كرهبته وليت سفينه بحريه والكريدي نتاعها مازال مخلصش، لبسوه بوت. واللي تندب وتكلت وتسلت وتخدم في الديار على خاطر صغارها وتاخذ الكار والمترو وتكمل الباقي على ساقيها وما تنجمش تروح البارح لدارها خاطر كل شيء تبلوكا، لبسوها بوت. والعزوزة اللي هززها الواد وهي تقول العام صابة، لبسوها زادة بوت. والله كثر الهم يضحك، واحنا شعلنا غير الضحك؟ الضحك بوجيعة وغصة على رواحنا، الضحك فوق راس الميت كما تقول أمي. انت كيف دور العالم مجمعة زنقة زنقة دار دار، جامي جامي تلقى الدنيا باحرة ورجال قاعدين تشكب وتلعب في الكارتة بيدون لو في قهوة، ولا على بالهم شعب متكيف ويتكيف مع الوضع مهما كانت خطورته. هكا احنا اضمار يجري في دمنا، ورجولية والشجاعة زادة صفة من صفاتنا. ملا اسمع مني تحية مش جواجي، مش جواجي الكل واحد ما خافش البارح ورمى روحه في الماء باش يمنع ولد بلاده، وتحية مش جوارح الكل واحد حل باب داره البارح للناس اللي قاعدة ملاوحة في الشارع، وتحية من العروق، نعم من العروق، للجيش الوطني والحماية المدنية اللي كانوا سباقين كعادتهم باش يعاونوا ويساعدوا الناس المتضرة. وتحية تحية تحية شايحة 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 هززها ريح شرش براني لوزارة التجهيز والبلديات المتفانية في خدمة الشعب والوطن. تحية من العروق الجميلة الشيحي على